دكتور عمرو النوري، أستاذ أمراض نساء والتوليد وزميل الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بلندن وإدنبرا. الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمل، أول عرض بيبقى عند السيدة هي تأخر هي الدورة الشهرية، خاصة عندما تكون هي الدورة منتظمة قبل ذلك وبتتأخر الدورة. رقم واحد واثنين وثلاثة عادة بيبقى في وجود هي حمل، وسهل جدا دلوقتي اللي هي تحاليل هي الحمل سواء كان بول او دم بنقدر نحدد اللي هي حامل، اللي هي بقت فيري سنسيف وحساسة جدا. الاعراض الاخرى اللي هي بتحس بيها السيدة، ممكن تحس ان هي في غثيان احيانا عند بعض السيدات، واحيانا بيبقى في قيء، ولكن الغثيان تبقى يمكن اكتر حاجه، ويمكن 70% من الحوامل بيجي لها الغثيان، بيسموه مورنينج سيكنس او غثيان صباحا، ولكن ممكن يبقى موجود في اي وقت اثناء اللي هي النهار، وده بيبقى تاثير هرمونات الحمل. الاعراض اللي هو الثاني اللي ممكن بيبقى موجود، بيبقى فيه بعض الدوخه خفيفه بتحصل في اول 3 شهور، بيبقى فيه زياده اللي هي تدفق الدم لمنطقه اللي هي الحوض، فالسيده بتروح اللي هي التواليت كبول عدد مرات اكثر. بعض السيدات بتنام اكتر في اول 3 شهور، واحيانا النفس بيبقى محتاج ان هي تاخد نفس عميق اكتر، وده بيبقى نتيجه تاثير هرمونات اللي هي البروجسترون. الغثيان عاده بيبقى حلوله سهله جدا. اول حاجه ان في بعض الحاجات اللي هي البسيطه كالكراكرز او اللي هي زي البقسماط، حاجه ممكن تتاخد صباحا وتكرر مره اخرى. الجينجر او اللي هو الزنجبيل ده ممكن احيانا بيقلل اللي هي الغثيان، واحيانا هناك بيبقى في الخارج في جمز او لبان معمول اساسا للحوامل، وبيبقى معمول من هي من الجينجر او اللي هي جينجر جمز او من الجنزبيل. السيده اذا عرفت ان هي ان الهرمونات دي حاجه جيده، ان يحصل غثيان نتيجه وجود الهرمونات، طبعا بيبقى عرض دمه تقيل، ولكن بنطمنها اكتر ان احنا بنقول لها ان ده بيختفي تماما في نهايه الشهر الثالث، ووجود هرمون الحمل ده دليل ان الحمل ماشي بصوره طيبه. فدي اللي هي الاعراض اللي هي الرئيسيه اثناء اللي هي اول واحده ما تعرف تبقى حامل وتبقى حمل جديد بالنسبه لها.